يلا بسم الله. نتكلم النهارده عن ساعه جديده. السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين صفحه محمد فيديو جديد. طيب النهارده هنتكلم عن الساعه اتش كي 9 الترا 2 ماكس اللي جايه، تحديث للساعه اتش كي 9 الترا 2. ساعه اتش كي 9 الترا 2 واحده من الساعات اللي اثبتت نفسها وبقوه في ساعات الكوبي الابل اللي نزلت السوق على مدار ال 8 9 شهور اللي فاتت. اشتغلنا فيها لحد اخر لحظه بنشتغل فيها، ولسه لحد دلوقتي بنشتغل فيها من كتر ما هي اثبتت نفسها كساعه كوبي الابل بديفوهات بسيطه جدا وامكانيات كويسه جدا، وساعه تعجبك قوي لو انت بتشتري ساعه كوبي الابل الترا وعايز تاخد حاجه كويسه بشاشه امولود بحجم عربي كويس بشكل اشعارات كويس ببطاريه كويسه بأولويز أون ديسبلاي بكل التفاصيل المناسبه ليك او في احتياجك. ساعه كوبي الابل مع عيوب قليله او مشاكل عيوب صناعه قليله سواء في فتره الضمان او بعد فتره الضمان، بس الساعه الصراحه الاتش كي 9 الترا 2 ساعه ممتازه جدا. عشان كده اتنقلنا للالترا 2 ماكس واحنا مجمدين قلبنا. عندنا ساعه محترمه برده جدا بجربها بقالي حوالي يومين او 3 ايام، جت تطوير لساعه الاتش كي 9 الترا 2. انا مش هقعد اشرح لك كل التفاصيل، انا هقول لك اتفرج على الريفيو دي لو انت ما تعرفوش، لكن لو انت عارف الاتش كي 9 الترا 2 فانا جاي النهارده اقول لك بس الحاجات الاضافيه اللي اضافت للساعه، لان هي حاجات ممتازه جدا واضافات حلوه. لو انت اول مره تشتري ساعه كوبي الابل فهتبقى مبسوط بالاوبشنز ديت، اوبشنز جميله واتضافت في الساعه بسعر محترم جدا مناسب قوي للساعات الكوبي. لكن لو انت اوريدي معاك الساعه دي ما انتش محتاج قوي تعمل الابجريد، الابجريد ده مش هينقلك نقله كبيره. خليني اقول لك يلا ايه الحاجات الاضافيه في الساعة ومش هطول عليك في الريفيو، يلا بينا. شكل العلبة ما اختلفش كتير عن العلبة السابقة زي ما احنا شفنا، لكن عندنا شوية اضافات في شكل العلبة. طبعا اسم الساعة HK 9 الترا 2 ماكس، وهنا هيكون عندنا شوية الاضافات اللي اتضافت في الساعة. نسخة شات جي بي تي بقت احدث، بقى في لايف فوتو اوبشن كده ظريف ولطيف هنتفرج عليه مع بعض دلوقتي، وبقى في لوكال البوم تقدر تنزل البوم من الصور في اي واتش فيس، ده كان موجود قبل كده، وفي الابلكيشن ماركت كانت موجود قبل كده بس كانت فيها مشاكل، لكن المرة دي شغال بشكل كويس. طبعا تقدر تربط بلوتوث، انا كده قلت لك معظم الحاجات اللي اتضافت الساعة. طبعا فيها تقدر تنزل عليها كتب، وفيها كمان انك تقدر تعمل خلفيات 3D. دي شكل العلبة. طبعا انا لابس الساعة في ايدي بالشكل اللي انت شايفه معايا ده، لكن العلبة المعتادة وتفاصيلها البسيطة ان الساعة جاية بالكتالوج بتاع الاتش كي 9 الترا 2 ماكس، وجاية بستراب اسود سيليكون مضلع وستراب اسود قماش اللي هو الخامة المحترمة جدا. طبعا ده الغلاف اللي بتكون متقفلة بالساعة، والشاحن وايرلس برضو المعتاد من ساعات الالترا او الكوبي. زي ما انت شايف ده شكل الساعة بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني اقول لك على الاضافات، اول اضافه واهمهم ان السرعه بتاعه الساعه بقت احسن بشكل ملحوظ، سرعه التاتش وسرعه الانيميشن، والالوان بقت افضل نسبيا. ده من ضمن الاضافات الحلوه. الاضافه الجميله برده جدا ان البطاريه بقت احسن بكتير، سوفت الساعه خلى البطاريه تستحمل وتقعد معاك فتره اطول بكتير. ده بالنسبه لملاحظتين مهمين انا خدت بالي منهم في اثناء التجربه. عندنا شكل القوايم تقريبا واحده، لكن لو خدت بالك من شكل قفل القوايم وفتحها بالشكل ده كده، ده اوبشن في الساعة تقدر من السيتنج تغير طريقة ان انت القايم في اثناء الفتح والقفل تعمل معك كده. ودخلنا على العرض والسطوع وطلعنا فوق كده، هنلاقي عندنا ان احنا نقدر نغير شكل ديناميات الاتصال. يعني مثلا لو احنا عملنا دوران مكعب بالشكل ده كده، شايف بقت بتلف بشكل مكعب. طيب نخلينا اوريك شكل تاني. لو عملنا تكبير هنلاقي لما بنيجي نخرج من القايمة وندخل منها شكلها على شكل تكبير وتصغير، شايف اهو تكبر وتصغير. اوبشن حلو ده، اوبشن الضاف. عندك بقى من الحاجات اللي اتضافت هنا متجر التطبيقات بقى شغال بشكل افضل بكتير. واجهه الساعه الاي اي دي كانت موجوده قبل كده، هنا بقى في تسجيل تقدر تعمل ريكورد. عندك النسخه الجديده من شات جي بي تي. من الحاجات المهمه في الساعه ونقطه التحكم في الساوند من الساعه، لان احنا عندنا ثلاثه اوبشن نقدر ان احنا نسمع من الساعه نفسها، نقدر نسمع من ايربود، نقدر نسمع من على الموبايل ونتحكم بالساعه. فثلاث اوبشنات دول شغالين بشكل كويس جدا. مجرد ما بنخش على الاوبشن الخاص بالتحكم من هنا كده نقدر ان احنا نخش هنا ونخلي الساوند من على الساعه او الساوند من على الموبايل، من هنا تتحكم من هنا. وكمان تقدر تخش بالشكل دوت وتوصل سماعه بلوتوث، نقدر ان احنا نفتح اي سماعه بلوتوث بالشكل دوت، نقدر ان احنا نربطها. وليكن مثلا انا باحث عنها قبل كده وهي اليو جرين، هتلاقيها ربطت على الساعه مباشره. نقدر ان احنا نسمع الساوند اللي على الساعه من خلال الايربود. كمان التحكم في الساوند شغال من الساعه بشكل كويس، نقدر ان احنا نجيب الساوند اللي بعد كده لو احنا رابطينها بالبرنامج بس، ونجيب الساوند اللي قبل كده مره ثانيه، نقدر ان احنا نوقف الساوند ونشغله مره تانية من خلال الضغط على وشاشة التشغيل، ونجيب الساوند زي ما انت شايف اللي بعد كده، او نجيب الساوند من الاول او نجيب الساوند اللي قبل كده. الفكره الحلوه جدا في الساعه ان انت تقدر تغير نغمه المكالمات عن طريق اوبشن ظريف لطيف جوه القايمه. لما نطلع لفوق خالص كده بنلاقي عندنا حاجه اسمها نغمات شخصيه، تقدر انت تخش من خلالها ومن خلال اللي موجوده في البرنامج، وتقدر تنزل من خلال الاوبشن اللي موجود في البرنامج وهو اوبشن تخصيص شاشه التوقف. نخش عليها بالشكل ده ونقدر نخش هنا نعمل نغمات خاصه بينا. فانا مثلا بنزل نغمه عندي هنا
واي حد بيرن عليا بتلاقي النغمه اللي انا منزل. من المميزات الاضافيه في الساعه الاتش كي 9 الترا 2 ماكس هو انك تقدر تنزل عليها البوم صور، وده من خلال البرنامج تقدر تخش على الاوبشن الخاص بالبوم الصور تبدا ان انت تعمل اداره لبعض الصور اللي على الموبايل، وليكن مثلا الصوره دي ونبعتها على الساعه بالشكل ده. كده احنا بنعمل البوم صور على الساعه، بنسيبها وقت تتحمل زي ما انت شايف، وبعد كده بنلاقي الصوره نزلت وهكذا بقى. كل صوره بتاخد وقتها في التحميل زي ما انت شايف اهو، حملنا صورتين نقدر ان احنا بنخش على الصورتين نتفرج عليها ونقدر ناخد معاها اكشن زي ان احنا نعينها خلفيه للساعه او نحذفها من على الساعه. ده من الميزات الاضافيه الموجوده في الساعه. من الحاجات برضو اللي اضافت في الساعه هنا وهي مترجم وير فيت برو، وده اوبشن برضو شغال من خلال البرنامج او من خلال الساعه وانت رابط الساعه عن طريق البلوتوث المباشر. ده بيتم من خلال ان احنا نخش على البلوتوث ونجيب اسم الساعه ونوصلها دايركت، بس لازم نكون فاتحين البلوتوث بتاع الساعه وفاتحين البلوتوث بتاع البرنامج. نفتح بلوتوث الساعه ازاي؟ نخش على القائمه دي بالشكل ده كده وهو شغال دلوقتي، هيربط مع الساعه حالا اهو زي ما انت شايف ربط بالشكل ده. نخش بقى على البرنامج مع بعض كده ونجيب اوبشن الترجمه الفوريه، نقدر ان احنا نستخدم الترجمه ديت على البرنامج عن طريق اي لغه، بنختار اللغات اللي احنا عايزينها، لكن هو على الساعه بيترجم لك من انجليزي للصيني بس. عندك هو الاوبشن او الاختيار ما بين ترجمه الانجليزي للصيني بس، تضغط انت بقى على المحادثه تقول بقى جود مورنينج او تتكلم بالصيني شمالي شوانشي، يقوم مترجم الكلام مباشره. تقريبا بقى باقي الحاجات اللي موجوده على الساعه هي اللي احنا عارفينها، متجر تطبيقات وتغيير خلفيه عن طريق الاي اي. هنا في ريكورد تقدر تعمل ريكورد، بس طبعا لازم تمسح شويه حاجات من اللي موجوده على الساعه عشان خاطر اللي هي تحديدا الملفات الصوتيه، بتمسح شويه اغاني. شات جي بي تي طبعا بالنسخه الاحدث. بعد كده عندك هنا التحكم في الساوند اللي اتكلمنا عنه، وعندك مترجم بقى وير فيت برو، كتب زي ما قلت لك، بس انت محتاج امتداد كتب معين تي دبليو اس تي، ومعدل ضربات القلب طبعا لا يعتمد عليها ولا الضغط ولا الاكسجين. في مجموعه العاب رياضيه ممكن تلعبها وانت لابس الساعه كالعاده في ساعات الوير فيت برو. بعد كده هيكون عندنا هنا اوبشن النوم او معدل قياس النوم، مش بيقيس اكيوريت قوي، معدل قياس النوم مش شغال بشكل اكيوريت قوي. عندك بقى الاسترس وسجل النشاط والمكالمات، طقس او تزامن الطقس، بيجيب لك داتا كويسه جدا عن تزامن الطقس. بعد كده عندنا المنبه والتنفس والتحكم في الصوره، الاوبشن الجميل اللي من خلاله اللي احنا اتكلمنا عنه، لما بنفتح الاوبشن ده من على البرنامج بالشكل ده وبيعمل تزامن لايف للصوره اللي الساعه بتشوفها، وليكن زي ما احنا شايفين كده احنا دلوقتي فاتحين الكاميرا على الساعه وهتلاقي الكاميرا بتظهر على الساعه بالشكل ده، ففوتو لايف كده عشان خاطر تاخد لقطه انت وانت شايف اللقطه اللي انت بتصور. بعد كده عندنا البحث عن الموبايل شغال، تلاقي الموبايل بيعمل فايبريشن وبيضرب. الاشعارات بقى اللي بتيجي بلغه عربي واضحه وجميله وحجم اشعار كبير، من احسن الحاجات اللي موجوده في ساعات الاتش كي هو نقطه الاشعارات والخط العربي الواضح جدا. عندك التقويم وعندك بقى السيتنج، السيتنج فيه الاباوت او الداتا بتاعتك الشخصيه اللي موجوده على البرنامج، اسمك واسم الاكونت بتاعك بتظهر بالشكل ده. وبعد كده عندك هنا الاشعارات، او عندك اوبشن انت يجي لك بالنقطه الحمراء، وعندك النصائح طار، وعندك بقى ايه الاشعار يظهر لك بشكل كامل ولا جزء من الاشعار. بعد كده هيكون عندنا داتا العامه، الاباوت او اسم الجهاز اسمها اتش كي 9 الترا 2 ماكس يا شباب، ده بالنسبه للاسم. وعندك هنا اعدادات اللغه، عندك الجزء الخاص بالكيو ار الخاص بربط الساعه، استعاده ضبط المصنع وايقاف التشغيل وهكذا. عندنا الاوبشن وضع عدم ازعاج، عندنا العرض والسطوع، هنا البرايتنس والتحكم في قوه اضاءه الشاشه، اقل مستوى سطوع حلو جدا لما الويك اب عشان لما نعمل ايدنا كده الساعه تنور. اوبشن التغطيه بتاعت ايدك برده موجوده هنا بالشكل ده، تعمل ايدك كده الساعه تضلم. وعندك هنا دايما في وضع اللي هو الاولوز اون ديسبلاي، تفتحه وتقفله من هنا وتخليه مده 12 ساعه ولا 24 ساعه ولا دايما معاك. وعندك هنا دايما في الاعداد اوبشن دايما في الاعداد، اللي هو لما تبص للساعه تلاقيها في الاعداد اللي انت واقف عليه لمده قد ايه، ده الاوبشن بتاع دايما في الاعداد. عندك بقى التحكم في حجم الخط، تقدر تخلي ثلاث مستويات لحجم الخط عشان لو انت مثلا نظرك ضعيف. وقت ايقاف تشغيل الشاشه تحكم فيه من هنا، شاشه التنبيه خليها شغاله لمده قد ايه، وديناميه الاتصال وديناميه التطبيقات اللي انا قلت لك عليها قبل كده والتحكم فيها من على السيتنج. الصوت واللمس تفتحه وتقفله من هنا برده، قوه الفايبريشن ضعيف وقوي، وشويه تفاصيل برده حلوه عن الصوت والفايبريشن. البلوتوث بقى انت عايز تحكم فيه من هنا عشان توصل اي ايربود مع الساعه. الايماء وشغال بشكل سريع جدا، مجرد ما بتجي لك مكالمه تهز ايدك كده المكالمه بتفتح مباشره بدون ما تستخدم ايدك. التحكم في الزر الجانبي عشان لو انت عايز تغير شويه اوبشن من عليه. البطاريه بقى وتعرف هي فيها كام في المية والاستخدام بتاعك عامل ازاي للبطاريه. في عندك كلمه مرور، وعندك التحكم في الوقت، وعندك اوبشن النوم وتتبع النوم والتذكير بالشحن والتفاصيل الظريفه دي، يعني شويه حاجات برده حلوه. وبقى الساعه بجانب السرير تفتحها وتقفلها من هنا. واخر حاجه انا برده ولا توفير الطاقه، تفتحه وتقفله من السيتنج. بعد السيتنج هيكون عندنا بقى شويه لعب، وعندنا المؤقت للآلة حاسبه، وفي طرد الميه، ساعه التوقيف، صفاره الانذار ومقايمه الطوارئ، المساعد الصوتي برده، والتحكم في الفيديوهات. هنا البوصله اللي جت بشكل احسن من الفيرجن السابق، شغاله بشكل سموز اكتر وسلس اكتر من الفيرجن السابق، طبعا مش بسلاسه كبيره جدا لكن شغاله بشكل احسن من الفيرجن
فيرجن السابق. بعد كده عندك هنا بقى بطاقه الاعمال وهنا المحفظه الذكيه شي اند هي او هي اند شي اللي هو تتبع حد مع نفس الساعه. البوم الصور والساعه بتاخد 4 صور بس يا شباب اهو زي ما انت شايفهم، تقدر ان انت تنزلهم خلفيه او تمسحهم من على الساعه. بعد كده عندنا النغمات الشخصيه، وعندنا هنا بقى اللعبه لو انت مثلا في لعبه عايز تحملها بتحملها من هنا، تلعب اللعبه من على الساعه. طب لو عايز تمسح اي العاب خش على متجر التطبيقات تعمل الغاء تثبيت، لان الموضوع ده قعدت ادور عليه كتير جدا. ده بالنسبه للحاجات الاضافيه في الساعه والحاجات الاساسيه اللي موجوده في الساعه. البرنامج بقى طبعا وير فيت برو اضاف عليه خلفيات جديده نحاول نجيبها قريب مجانا. عندك هنا جميع التطبيقات بقى اللي موجوده، تقدر تحمل التطبيقات دي بس طبعا ما بتحملش كتير، يعني حمل حاجات بسيطه. ده بالنسبه طبعا للتنبيهات وشكل الاشعارات، ودي موجوده في السيتنج، هي اللي موجوده برده في البرنامج. ودي مجموعه البرامج اللي بتيجي للساعه. طبعا على الايفون بتلاقي في اضافه الماسنجر، على الاندرويد ما بيبقاش فيه الماسنجر. هنا طبعا جهات الاتصال الساعه بتاخد اسماء كتيره جدا، انا ضفت حوالي 50 اسم، لكن زي ما قلت لك الساعه بتدعم ازار جميع الاسماء المتصله لو انت رابطها بلوتوث او رابطها ممكن. طاقه الاعمال، تقرير الطقس، البحث عن الساعه، تقعد تقول لك ايام هير. عندك بعد كده هنا المنبه لو انت عايز تضيف منبه من على البرنامج، عندك اوبشن التقاط الصوره، وعندك الاعدادات الاخرى فيها طبعا نظام ال 12 وال 24 ساعه وفيها الويك اب، شويه تفاصيل لو انت برده محتاج تظبطهم. في طبعا التحكم في الساوند من هنا، وتقدر انت تضيف ساوند من على البرنامج زي ما قلنا سابقا. وانت عايز تعمل خلفيه بالذكاء الصناعي بتعملها من الجزء ده من البرنامج. عندك هنا الترجمه، وعندك هنا الالبوم بتاع الصور لو انت عايز تضيف صور من على الموبايل للساعه، وعندك هنا الداتا بتاعه التقويم لو انت عايز تعمل داتا للتقويم، واخر حاجه لو انت عايز تضيف كتب من على الساعه. ده المفيد كل الموجود في البرنامج. وخلينا اوريك شكل الخلفيات اللي تكون على الساعه اساسا. عندنا الخلفيه دي شكلها بيتغير زي ما قلت لك، البوصله بتتحرك بطريقه سلسه ازاي عن الموديل السابق. في برضو خلفيات ثانيه زي الخلفيه دي تقدر تغير الوانها، في الخلفيه دي، في القطه، في القطه الخلفيه دي. دي الخلفيات الاساسيه اللي بتكون على الساعه، ودي الخلفيه الشخصيه لما بنزل صوره شخصيه، وهنا الخلفيه الخاصه بالذكاء الصناعي. والساعه بقى بتاخد لها حوالي من 5 ل6 خلفيات اضافيه تقدر تنزلهم من على البرنامج. كده انا كلمتك عن كل الحاجات الاساسيه اللي في الساعه، كلمك عن الخلاصه واقول لك راي عام برضو عن التجربه، فتعالى يلا. الخلاصه وراي عام عن الساعه، اتش كي 9 الترا تو ماكس توفرت مؤخرا في السوق المصري وهتكتسح على فكره السوق المصري، وبالتبعيه برضو موجوده في السوق المصري. واحده من الساعات الكويسه جدا اللي بتكمل مسيره الاتش كي في ان هي بتقدم كواليتي كويسه مرضيه بالنسبه لساعه كوبي، مرضيه في شكل الساعه، مرضيه في تاتش، مرضيه في خط عربي، مرضيه في شكل اشعار، مرضيه في بطاريه نسبيا من 1.5 ل3 أو 4 أيام حسب استخدامك، مرضيه في خلفيات مميزه، خلفيات شكلها حلوه، مرضيه برضو في اكسسوارات تقدر ان انت تغيرها بشكل مستمر. دي الحاجات اللي ممكن تاخدها من ساعه كوبي. كمان مرضيه في ان انت بتقدر ان انت تعمل شويه لعب كده فيها، زي ان فيها منبه، فيها ستوب ووتش، فيها شات جي بي تي، شويه كوليكشن من المواصفات حلوه جدا تحديدا في ساعه كوبي. مش بنقارنها بساعه اصليه، مش بنقارنها بساعه تكون بكواليتي اعلى لكن بامكانيات اقل. الحاجات اللي في نفس رينج الساعه دي بتكون بكواليتي اعلى بامكانيات اقل، نادرا لما تلاقي شاشه اميلود، نادرا لما تلاقي تقبل اكسسوارات كتير. فانت بقى بتفاضل ما بين انت محتاج حاجات عامله ازاي ما بين حاجات ثانيه عامله ازاي. بس على اتش كي 9 الترا 2 ماكس حلوه جدا لو انت بتدور على حاجه كوبي ابل تكون شاشه اميلود وتكون فيها شويه تفاصيل حلوه، تفاصيل جديده، تفاصيل مختلفه. الابجريد ما بينها وما بين اتش كي 9 الترا اللي قبل كده ابجريد حلو، فيه شويه امكانيات، فرق السعر مش كبير، بتتكلم فرق 150 او 200 جنيه. فانت لو بتشتري لاول مره انصحك بالاتش كي 9 الترا 2 ماكس، هتنتشر بوفره كبيره جدا الفتره دي. كان شغل خاص ريفيو خاص بالساعه اتش كي 9 الترا 2 ماكس، انا ما كنتش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدعم لنا اللايك الجميل، احزر الجرس وصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.